وبكره بيبقى في الاحتفال بقى، يعني النهارده عيد القيامه، بكره بقى شم النسيم، وشم النسيم كلنا بنخرج فيه، المصريين كلهم بيخرجوا فيه، العالم كله بيحتفل بشم النسيم على حسب المواعيد، لكن احنا النهارده بكره شم النسيم بتاعنا. وشم النسيم في مصر ليه روح وشكل مختلف عن اي دوله في العالم. احنا عندنا طقوس وكل حاجه، يعني انتوا لو جينا على العيد الكبير عندنا طقوس الكحك والبسكوت ونجيب من فين، جينا على العيد العيد الصغير، العيد الكبير الخروف والضاني واللحمه وبتاع، شم النسيم الفسيخ، والفسيخ والرنجه والتفنين بقى في ان احنا هنعمل ايه النهارده. الفسيخ هنخليه، هنحط عليه الزيت، الليمون، حبه بصل، والرنجه طب نشويها، طب البطاريخ، عارفين انتوا الحركات دي، فمن بكره في تفنين بعيش شديد. اسكتي اسكتي، الفسيخ وحشني جدا، انا بقالي كتير جدا لان انا عندي معاك، عشان انت عارفه الظروف عندنا في ماما وكده، فانا هاجي اكل عندك فسيخ بكره هروبا من امي، الحمد لله هي نايمه دلوقتي مش مش تعرف احنا هنعمل ايه، بس هي فكره الفسيخ في حد ذاته هو العيد. يعني انا فاكره لما كنا يعني نقدر ان احنا نجيبه في البيت عشان الحاجه وكده، يعني لا، العيش البلدي يتقمر كده ويبقى طازه، الفسيخ يتفتح كله كله كله، ونرش بقى زيت وليمون بقى، وعارفه انت، ونجيب السكاكين الصغيره والشوك، كل واحد ليه طبقه، ونقعد نكحت في الفسيخه كده وبتاع، اللي عايز رنجه بنحس ان هو خواجه، يعني عارف في وقت ما احنا بناكل فسيخ تيجي واحده تطلع واحده من عندنا، انا ما باكلش فسيخ، اصل انا ما بطقش فسيخ، احب الرنجه، يا عم الخواجه اللي انت جايبين ده النهارده كله مكتوب عليه فسيخ. طبعا القصه دي من ايام اجدادنا طبعا المصريين القدماء، من 4700 سنه. ده العيد الوحيد المستمر، لا توقف بقى بسبب اخوان ولا بسبب واليوم ما بيتغير تطرف ولا بسبب اي شيء. هو يوم يعني المسيحيه جت لمصر، الاسلام جه لمصر، هو ده اليوم ده فضل يوم مصري، وان شاء الله يفضل دايما يوم مصري. هو العيد الوحيد اللي صامت ضد كل الغزو الفكري اللي يعني بيلعب بهويه شام النسيم في مصر. واكله الفسيخ من المعالم الرئيسيه للانسان المصري او للمصري عموما. احنا كلنا عارفين ان بكره عندنا حاجه هنعملها، كلنا بنصحى، مفيش بيت فيك يا مصر، يا مصر من شرقها لغربها مش موجود فيها يا اما فسيخ او رنجه محطوط في الثلاجه، والام او الجده او الاخت الكبيره او العيال هيقوموا ينظفوه ويحطوا عليه ليمون وزيت. مفيش بيت في مصر مفهوش الاكله دي بكره، ابتداء من بكره. بصي برهان، الطقوس الحلوه دي عن شم النسيم استوقفنا اللي كتبه احد علماء مصر في الخارج دكتور اسامه حمدي استشاري امراض السكر، وقال يوم شم النسيم هو عيد بعث الحياه عند الاجداد، وكانوا بيسموه تشوم نسيم. تشوم او شوم معناها باللغه الهيروغليفيه القديمه البعث او الخلق، اما نسيم فمعناها مروق خضراء ومزارع او نباتات، يعني بعث الحياه الخضراء من جديد. كانوا بيجمعوا برضو هم الليله دي البيض ويلونوه بالوان مختلفه جدا، سواء صفصاف سواء كركم، ويكتبوا امنياتهم. احنا وعينا ان احنا بنجيب البيض نلونه يوم شم النسيم، بس ما كناش عارفين ليه. وسعف النخيل والملانه، ويحطوا سقف النخيل فوق البيوت او على الاشجار، والفول الحراتي والخص. البيت بقى كان بيرمز للحياه الجديده عند المصريين. انا يعني عارفه عايز اقول لك على حاجه، انت وانت بتتكلمي كده في عندنا حته طقوس تلوين البيض ما بقتش موجوده كتير في بيوت عشان كتير، عشان احنا كامهات ما كملناش التراث ده، بس لسه في ناس محافظه. وفي نفس الوقت احنا كنا ايامنا كان بنروح نلاقي التحضر بقى، وما كانش لسه دخلت بقى في حته الالوان الصالحه للاكل وكده، كنا بننزل وما حصلناش حاجه، كلنا اكلنا من البيض والالوان. ايوه بس احنا ما كملناش اللون، احنا كنا بنحط الازرق والاصفر والاحمر والفوشيا والاخضر وكان كل الالوان موجوده، فكان السهل جدا ان احنا نجتمع كلنا ونلون. دلوقتي بقى
ما بقاش فيه كتير من الالوان، وما بقتش الست في البيت تقول لك ايه لا هياخد شغلانه بلاش، بقوا عندهم الوان بقى الميه. في كسل. لكن هي الفكره بس زمان كانت عايزين ممتعه. نرجع نجربها تاني، اذ ربما كانوا بيعتقدوا ان امانيهم دي هتتحقق مع فجر عيد شيمو اللي هو شم النسيم. يعني لو احنا بقى من بالليل النهارده ابتدينا نلوي البيت وقلنا امنياتنا، والصبح نلاقيه كده على السفره زي ما كنا والله فكره يا بنعمل سوير. زمان. 10 بيضه بس، هو البيت كرتونه البيت بقى بكام يا سوير؟ بيقولوا ب 200 وحاجه، هنضيع عليها 10 واكله 10 الفسيخ بيضه بقت بكام؟ لا لا لا، طبعا ده تعالي بقى انا عايزه اقول لك على حاجه. شفتي الفسيخ سعره بقى؟ على فكره في فطيره، على فكره ايها التاجر المصري، انت تاجر يعني غير امين غير وغير امين نبيل. وطماع، وربنا هيوديك النار. ليه؟ لان فعلا التجار في مصر ما بينصفوش المصريين، يعني ما بينصفوش الناس. ايوه اي حاجه سعر ليها الفسيخ طقوس لازم تغلى. زي سعر اللحمه دلوقتي غالي جدا، السمك غالي جدا، ما احنا انت باعتبار ان انا يعني ست عايزه اقول باكل لك، انت اكتر في مره حاجه ما كنتيش سمك، كنت موجوده فالسمك معايا، كنت غالي تقريبا جدا. اليوم ما جيتيش فيه، كان بورسعيد عملت اضرار عملت مقاطعه. جدعين يعني. بس انت عارفه كيلو فسيخ وصل لكام؟ احنا بنتكلم في 250 جنيه 250 ايه ب 500 جنيه؟ 250 صباح جنيه الفل. البتاع اللي ده مش مخليه كيلو، ده مش كيلو؟ يعني ايه ده؟ ايه ده؟ قطعه؟ قطعه مفسفسه على كل حال 500 انت جنيه؟ هتعرفي ان في ستات كتير بيعملوه في البيت بيبقى انضف كتير. انضف بس مش زي برضو لا الفسيخ والله بيبقى زي اللي بالظبط موجود في البرميل اللي والبقال شاطرين. بالعكس متعتق بقال. البرميل لا بالعكس، لا ده انت تاكليه من البيت لا، احلى هي الفكره وانضف. في ايه؟ الفكره انت عارفه انا معاكي، بس هي الفكره ان ليه يوصل كيلو الفسيخ ب 500 جنيه عشان بكره شم النسيم؟ يا جماعه والله العظيم حرام. يعني ورنجة بكام يا سوير؟ سامعه ان الكيلو مش عارفه معدي يعني 150 هو كل حاجه راكبه الفرنكات الحقيقه، لكن ده عشان خاطر بكره؟ عشان هو لا عارفين ان كل بيتهيألي، الناس هتاخد بكره لا تاكل؟ بيتهيألي هو ده بقى سعره. يعني كل حاجه بقت صعبه جدا جدا جدا، الاسعار صعبه جدا. خلينا حرام نروح والله. للماضي، بس كانوا بياكلوا قول. السمك المملح ده اللي هو الفسيخ والبصل والتوت والخس والملانه الخضراء. انا في كل دول ممكن اكل توت بس كيلو دلوقتي التوت للاسف. بقى ب 500 جنيه جدا انا طبعا بحب عارفه الفسيخ التوت بس اللي في مش هقدر العربيات اكل دي فسيخ. اللي بتروحش فيها، فاكره زمان التوت ده ب 500 جنيه ليه؟ ما تسالينيش، انا كان زمان ده بياخدوه فوق البيعه وكان بيتعمل في قراطيس، اللي انا هو ما اعرفش ليه بقى ب 500 جنيه ب 10 برضه. جنيه ب 15 جنيه، يعني يوم ما كان اللي هو ب 25 جنيه اللي هم حاطينه بقى في بالظبط علب في علبه ورغيف نظيفه كده، وبتاع، انتوا بتهربوا كان يعني. ب 25 جنيه بالكتير. يعني على كل حال في طقوس كمان لاكل الفسيخ. ايوه في نصايح عظيم. بقى خبراء التغذيه ان احنا ما نشربش اتفضلي، صودا انت خبيره ولا التغذيه رقم اي واحد في مصر، ادينا من اديني من نصايحك. بكره هتعملي لنا ايه؟ اصل متاكده ان احنا هنروح ناكل عند زوير، بس اكيد في حاجه الفسيخ موجوده على الترابيزه، بس في حاجه انا قدامها لا ما انا مش مساعده الى الهضم ما انا والصحه. مش هاكل الفسيخ بس انت ما مش هو ممنوع الناس اصلا تاكل الفسيخ. ممنوع اكل حاجات انا كتير عاجبني قوي فيكي، انا عاجبني سوير ايه، انا مش هاكل فسيخ على اساس ان هي مقتنعه ان ده وجهه، ان ده قرار من عندها هي، اصلا مستحيل تاكل بالاجباره فسيخ. بالاجبار. اتفرجي علينا بس. يعني هستمتع هتاكلي وانتوا ايه؟ طب بتاكلوا ممكن ناكلك ايه معانا؟ الفسيخ. لا يعني هاكل حاجة خفيفة مثلا، فراخ مشوية كده، أي حاجة لا انا ما تحطينيش في في القايمه دي، لا انا لا فسيخ خالص. رنجه، انا اوكي مع مريم. بس احنا بنقول للناس ان انتوا لما تاكلوا ما تاخدوش أي حاجة فيها ألبان، وما تاخدوش حاجة فيها المياه الغازية، بيبسي يعني سوري أي مكان، فوارة، يعني أي ما حاجة تاخدوش فيها أي حاجة من غازية الحاجات دي. لكن احنا ليه ممكن يعني؟ نشرب ليمون، ونحط طبعا ليمون طول الوقت، البطيخ علشان في صوديوم بيمتص بطيخ الأملاح. حلو. لكن يعني احنا مع وما الفسيخ ناكلش كتير نحط، ما هو إلا صعب. مفيدة تاكل براحتها. لا لا بصي بصي، بس احنا ما اصل انا ناكلش بق كتير. اصلا انا وانا اخري هاخد نص رغيف بس، انا بقعد انقنق لان انت عقبال ما بتحط السفره بكون انا خلصت اكل. ده العادي بتاعي على فكره، في اي حته بتعزي بيها عشان بس تبقوا عارفين، وهم بيحطوا السفره طول ما هم بيحطوا السفره انا ماسكه الشوكه ثانيه، عارفين بروفيسور ادوق عقبال بقى ما هم كلهم يجتمعوا على الترابيزه كلنا خلصت اكل. بس انا عرفته من سوري دلوقتي ان انا او لينا كلنا هناكل فسيخ بكره، حطوا ازايز ميه
كتير على الترابيزه، حاولوا كل واحد فيكم ياخد ازازه ميه جنبه ويحاول يشرب ميه كتير، دي حاجه مهمه. نزود من ولا قهوه ولا شاي، بلاش قهوه وشاي والبان، اللي هو التقليد اللي هو الشاي وبلاش ميه بعد الاكل، ما ينفعش هيعمل تلعبك معوي، ممكن يعمل لو هنحلي هيبقى بطيخ، مفيش داعي للحلويات ومفيش داعي لاي حاجه، لا خلينا بطيخ البصل، البطيخ بيرطب بطيخ اي حاجه فيها ميه، كانتالوب ما هو ده، بس بطيخ وكانتالوب ممكن، بلاش موز، خليها موز بالليل لان هم واكلين هنا وده بوتاسيوم ومع بوتاسيوم، لا هو الموز تقيل على بلاش موز، خليه بالليل مع كل الحاجات، لان ليه في وجهه نظر البوتاسيوم، الموز فيه بوتاسيوم والفسيخ فيه بوتاسيوم، فالبوتاسيوم لانه مالح وده بوتاسيوم فهيعلي لكم الضغط لو ده. وطبعا اصدقائي وحبايبي واهلي وناسي وعزوتي اللي عنده الضغط عالي، مفيش داعي ان احنا نلعب مع الاسد، ولا الضغط العالي ولا الكلى ولا مفيش داعي ان احنا نلعب مع الاسد ولا لان ولا في امراض كتير، يعني مش هقدر اقول لكم ما تاكلوش، ولكن يعني ما تغبش، يعني ما لا يعني مش بقى القعده، طب ما انا هاخد دواء الضغط، لا عشان خاطري الموضوع مش مشكله كمين. الفسيخ ده ان هو سحاب قوي، تلاقي نفسك خلصت رغيف في رغيف لا، وبعدين هي لفه الرغيف ب 2 كيلو فسيخ جواها، يعني ايه هو نص رغيف، تقولي لنفسك انت اكلتي نص رغيف، بس جوه النص رغيف كام كيلو فسيخ بقى، في جريمه يعني كامله، يعني عارفين طبعا انا بتكلم على ايه، احنا بنحط فسيخ، انا ما بحطوش نص رغيف، انا بحطه واكوره يعني واعمله كده، عارفين كفته ساندوتش، فطبعا فيها جوه قد ايه بقى، هي دي مصيبه، بس يعني كل سنه وانتم طيبين، ونحاول بقدر المستطاع زي ما احنا قلنا، احنا بنتكلم بمنتهى البساطة، بس خلوا الحاجات دي موجودة في الترابيزة، على الترابيزة مش هتخسروا حاجة، بطيخ بقى ابتدى وطعمه زي السكر وعسل، خليه يبقى موجود، كانتالوب يبقى موجود، مية كتير يبقى موجود، سوير نشرب ليمون؟ ممكن نشرب ليمون أو وينسون؟ وينسون يعني، لكن ايه تاني لا؟ وينسون ماشي، لكن ليمون وينسون وبطيخ شكرا. وخلوا الشاي بعد الفسيخ مثلا بساعتين ثلاثة، بلاش بقى انا اكلت فسيخ الله بقى كوبايه شاي حاجه، لا كوبايه شاي حاجه رحنا في ده، ولا شاي ولا قهوه.